السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد من انرجي اويل اند جاس محمد جميل، واحد من أهم الفيديوهات اللي فيها الكلام على البروسيس انجينيرينج. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن. احنا القناة بتاعتنا انرجي اويل اند جاس محمد جميل. الفيديو النهارده واحد زي ما قلت من اهم الفيديوهات اللي هتتكلم على سبيسيفيك يونت في الجاس بروسيسنج، وهي الميكانيكال ريفريجريشن يونت او التبريد باستخدام البروبين او البروبين ريفريجريشن سيستم. الكلمه ريفريجريشن سمبلي يعني، او التعريف الابسط حاجه، ان احنا عايزين ان احنا نتشل الجاس او نقلل درجه حراره الجاس لسيرتن لو تمبريتشر، طبعا عشان نزود عمليات الريكفري بتاعت الناتشورال جاز ليكويدز اللي هي بتبقى اسوسييتد بالناتشورال جاس، يعني استريم الغاز اللي جاي انا ببرده جوه شيلر او مبادل حراري زي ما نشوف شكله بعد كده، الكيتل تايب شيلر ده، عشان نبرد الغاز باستخدام ريفريجرنت اللي هو في الكيس بتاعتنا دي هيبقى البروبين ان شاء الله. يبقى دي تعريف كلمه ريفريجريشن، ان انت بتبرد البروسيس فلويد لسيرتن لو تمبريتشر. في عندنا طرق او ثلاثه تكنولوجيز بيستخدموا في عمليات الريفريجريشن او التبريد، الا وهو استخدام الميكانيكال ريفريجريشن اللي هو بنستخدم فيه ريفريجرنت وبيتم التبادل الحراري بين الريفريجرنت دوت وبين البروسيس فلويد عشان يحصل عمليه التبريد. وفي طبعا ان انا بستخدم اللي هي السيلف ريفريجريشن بروسيس او ما يسمى بالسيلف ريفريجريشن بروسيس باستخدام الجول تومسون افكت او الجول تومسون اكسبانشن، ودي بيبقى كنترول فولف هو اللي بيتم عليه عمليات البريشر ريدكشن اند كونسيكونتلي ذا تمبريتشر ريدكشن اكروس وان اوف ذا كنترول فولف which we called الجول تومسون اكسبانشن. الثيرد تكنولوجي او ميثود فور ريفريجريشن where we use an machine بقى called the turbo expander، اللي احنا فيها البروسيس فلويد بيخسر شغل كمان، بالاضافه انه بيحصل له الاكسبانشن فبتقل طبعا كل انواع البوتنشال والكينيتيك انرجي بتاعت البروسيس فلويد. ودي واحده من اكتر الموست افكتيف ميثود فور ريفريجريشن للجاز للبروسيس فلويد او الجاز اللي بقدر بيها اعمل ريكفري. سريعا هنعدي على ده، كان بالنسبه للتعريف والتكنولوجيز او الميثودز، سواء بالبروبين ريفريجريشن او الاستخدام ريفريجرنت او الجول تومسون اكسبانشن او التربو اكسبوندر. هنعدي سريعا على بروسيس ديسكريبشن للديو بوينتنج بلانت او للال تي اس بلانت. الال تي اس بلانت مين اللي بيتكون من الايكويبمنتس اللي موجوده قدام حضراتكم دي؟ بيبقى عندنا جاس هيت اكسشينجر، بيبقى عندنا اللو تمبريتشر سيبريتور او الال تي اس 3 فيز لو تمبريتشر سيبريتور، وبيبقى عندنا دايره البروبين اللي هي فيها المين ايكويبمنت فيها زي ما انتم شايفين كده البروبين شيلر، بالاضافه طبعا للاسالين جلايكول سكيد اللي بيحصل فيها انجكشن ل المونو إيثيلين جلايكول او الناس بتسميه الميج عشان خاطر عمليات او يمنع تكوين الهيدريت. سريعا هنعدي على البروسيس ديسكريبشن. زي ما انتم شايفين ادي الريتش جاس اللي هو بيبقى فيه الغاز الطبيعي والاسوسييتد هو ريتش بالهيدروكربونز يعني او الناتشورال جاس ليكويدز، بيعدي على اول مرحله اللي هو التبريد المبدئي اللي هي واحده برضو زي ما هنقول شرح بعد كده، واحده من الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز لوحده البروبان ريفريجريشن، ان انا يبقى عندي جاس هيت اكسشينجر استغل فيه طبعا الغاز البارد اللي جاي من اللو تمبريتشر سيبريتور اللي بيعدي برد لي الغاز اللي داخل في اللي هو الفيد اللي جاي لي دي الديو بوينتنج بلانت. فدي الفيد اللي جاي لي بيعدي على الجاز هيت اكسشينجر ومنه بيروح دايركتلي
على الشيلر اللي بيحصل فيه التبادل الحراري مع البروبين او الليكويد بروبين اللي بيبقى موجود هنا اندر سيرتن ليفل في الشيلر، ويخش الجاس في التيوب، وبعد كده يتم عمليات الفصل بين الناتشورال جاس ليكويدز اللي هي الديزايرد كومبوننتس اللي بتروح بعد كده على الفراكشنيشن او على الديستليشن كولوم عشان يقدر تحصل عمليات الفراكشنيشن وطلع البرودكتس المختلفه، سواء بقى بروبين او بيوتين او ال بي جي او وات ايفر على حسب الديزاين بتاع الجاس بلانت بتاعك. وبيتفصل كمان اللي هو الثيرد فيز اللي هو الريتش جلايكول بعد ما خد كل الميه. طبعا الجلايكول بيستخدم عشان يقلل الفريز بوينت عشان ما يحصلش الهيدريت، اللي راح يعني الجلايكول فيه النقط اللي هي بيبقى يتم فيها التبريد زي ما بيحصل هنا اب ستريم ذا جاس جاس هيت اكسشينجر، اور برضه الانجكشن كاريد اوت upstream the propane chiller in order as we said to prevent الhydrate formation. يبقى الغاز يعدي على الشيلر، بعد كده بيعدي على اللو تمبريتشر سيبريتر، يتفصل الناتشورال الان جي الز ويتفصل الريتش الريتش جلايكول او الريتش مونو ايثيلين جلايكول. طبعا بالاضافه للفيز الرئيسيه اللي هي الغاز ده بيخرج طبعا بعد ما خدنا منه كل الناتشورال غاز، بيبقى بعد ما خدنا منه الليكويدز يعني بيبقى دراي ناتشورال غاز، هي اللي بيكمل البروسيس بتاعته بعد كده. ودي وحده المونو ايثيلين جلايكول او ريجنريشن، طبعا انا بعمل ريكفري للريتش جلايكول واعدي على وحده ريجنريشن عشان اعمل له اعاده تركيز او ريكونسنتريشن عشان احصل عليه مركز ثاني واحقنه او استعيده واحقنه بعد كده مره ثانيه. بالنسبة بقى للبروبين ريفريجريشن يونت اتسلف، دي السيمبل السيمبل سكيم او السيمبل بروسيس فلو دايجرام لأي وحدة بروبين ريفريجريشن، بيبقى بتتكون من المكونات الرئيسية بتاعتها اللي هو البروبين شيلر، بالإضافة اللي بيحصل فيه طبعا عمليات الإيفابوريشن للليكويد بروبين، بالإضافة طبعا للجاز للبروبين كومبريسور او الريفريجرنت كومبريسور اللي هو يعتبر هنا بقى بلغه الانرجي هو يعتبر السيجنيفيكانت انرجي يوزر لوحده البروبين. وانا طبعا كل واحده من اهم الحاجات اللي انا بشتغل عليها، انا بشتغل انرجي اوبتمايزيشن لوحده البروبين، ان انا اشتغل على الديوتي وازاي اقلل الديوتي والكونسومشن بتاع الباور بتاع الكمبريسور، وات ايفر الدرايفر بتاعه، هل هو بيدور بتربينه، هل هو بيدور كهربا، وات ايفر الدرايفر بتاعه، بيبقى يهمني ان انا اشتغل انرجي اوبتمايزيشن على الجاس كومبريسور زي ما هنشوف بعد شويه. الاكويبمنت الثالثه في وحده البروبين اله، وهي الريفريجرنت كوندنسر اللي طبعا بيحصل فيه ان انا ببرد البروبين سواء بقى باستخدام اريال كولر اير كولر يعني، او مثلا لو انا عندي برضو تبريد بالميه بيبقى ده موجود وده موجود في بعض السيت اب او الكونفيجريشن. وطبعا بيبقى عندنا الاكيوموليتر او السيرج درام، وبعد كده بيروح البروبين طبعا على اكسبانشن فولف. هنا في النقطه دي تحديدا البروبين بيبقى كله ليكويد يعني ما فيش اي فيبر، هنا بيحصل expansion ويحصل السيلف ريفريجريشن بروسيس للبروبان، بيحصل له بريشر ريدكشن وتمبريتشر ريدكشن، ويبدا الغاز البروبين يبرد نفسه بنفسه، ويحصل بعض الفابورايزيشن عشان البروبين يخش هنا للشيلر at or very close to its boiling point عشان استغل كل الطاقه. يعني انا واحده برضو من اهم السيفنج اوبورتيونيتيز دي الانرجي كونسومشن، ان انا احاول ادخل البروبين هنا الشيلر قريب جدا من درجه الغليان بتاعته عند ضغط الشيلر دوت، عشان خاطر اقدر استفيد من الليتنت هيت بتاعه البروبين، لان احنا عارفين ليه البروبين بيستخدم طبعا كريفريجرنت، لانه عنده حاجه اسمها او راس مال البروبين عنده حاجه اسمها هاي ليتنت هيت اوف فابورايزيشن، يعني عشان يتحول من الصوره الليكويد جوه الشيلر هنا لصوره البيبر بياخد كميه كبيره جدا من الطاقه اللي بياخدها من الغاز، وهنا بيتم عمليات التبريد
للغاز، يعني هو بياخد كل الطاقة من الغاز ويتحول هو من صورته الليكويد لصورته الفيبر اللي بتروح تضغط بعد كده في الكمبريسور. فدي سريعا، فانا يهمني طبعا ان انا اعمل الاكسبانشن هنا، وده رولو او الفانكشن بتاعت الاكسبانشن فالف هنا، فانكشن مهمة جدا طبعا اللي بيحصل عليها عمليات الاكسبانشن وتقليل درجة حرارة البروبين قبل ما يخش الشيلر، بالإضافة كمان انه بيكونترول السيرتن ليفل داخل البروبين شيلر عشان اضمن ان دايما التيوبس بتاعت الغاز اميرسد او دايما مغموره بالبروبان داخل الشيلر، عشان زي ما قلت استفيد بكل الليتنت هيت، مفيش اي حاجه تبقى راحه في سنسبوليت. يعني كل ما يبقى فيه فيبرز هنا انا ما بستفدش في الفيبرز بتاعت البروبين خالص، انا كل اللي بستفيد منه البروبين الليكويد اللي بيدي الطاقه او بياخد عفوا الطاقه من الغاز، او بياخد او بيقلل درجه حراره الغاز. فدي الـ very simple flow diagram بتاع أي وحدة propane refrigeration. الطبيعي او الموست كومون كونفيجريشن لوحده البروبين ان انا بيبقى عندي مرحلتين اتنين من الاكسبانشن، زي ما قلت لكم انا يعني يهمني جدا ان يحصل اكسبانشن للبروبين وتقليل درجه حرارته عشان احصل على اقل درجه حراره للبروبين داخل الشيلر اللي هي ات اور كلوزر للبروبين بويلنج بوينت، عشان استغل كل الحراره بتاعت البروبين كل الطاقة اللي موجودة اللي هيمتصها البروبان كليتنت هيت مش كسنسبل هيت، عشان يتحول من الفيز اللي هو الليكويد للفيز الفيبر. فبتلاقي الاختلاف بين الكونفيجريشن اللي فات اللي هو السنجل اكسبانشن او الدبل اكسبانشن، انا بيبقى عندي مرحلتين من الاكسبانشن. هنا في عندي الاكسبانشن فالف رقم واحد والاكسبانشن فالف رقم اثنين، وان بتوين بيبقى عندي حاجة اسمها الايكونومايزر او اللو بريشر سيرج تانك. طبعا اهو كميه الفيبر اللي انا كنت بقول ان انا ما بستفدش بيها هنا في الشيلر، كميه الفيبر دي انا هاخدها. طبعا احنا بيبقى عندنا الكمبريسور سواء بقى ريسيبروكيتنج او سنتريفيجال كومبريسور، وات ايفر النوع اللي انت بتستخدمه عندك في البلانت بتاعك، الفيبرز اللي باخدها من اللو بريشر سيرج تانك او الايكونومايزر كما زي ما هو مشهور بيتقال عليه، باخده واوديه على السكند ستيج من الجاز او البروبين كومبريسور، وبعد كده سواء اللي جاي من الشيلر او اللي جاي من الايكونومايزر بيعدوا على الكوندنسر. ونفس الكلام برضو بيبقى عندي الهاي بريشر سيرج تانك او الاكيوموليتر والمرحلتين اتنين من الاكسبانشن هم. فدوت بتبقى الموست كومون سيت اب او كونفيجريشن لوحده البروبان، انه بيبقى هو ده الاختلاف في ان موجود التو اكسبانشن فولفز. طيب عظيم جدا، يبقى احنا كده شفنا التعريف الريفريجريشن، شفنا الميثودز اللي هي الجي تي او الميكانيكال ريفريجريشن باستخدام ريفريجرنت، او الطريقه الثالثه كانت التربو اكسباندر، شفنا سكتش للديو بوينتنج بلانت او ال تي اس بلانت، وشفنا كمان سكتش للسمبل كونفيجريشن للبروبان ريفريجريشن يونت، بالاضافه كمان لادي السكتش اللي احنا لسه شايفينه حالا قدامنا اللي هو الاثنين او التو ستيجز من الاكسبانشن اللي بيتموا في البروبان ريفريجريشن يونت. احنا قلنا احنا عندنا هنا بيحصل الايفابوريشن، انتقال البروبين من الفيز الليكويد للفيز الفيبر، هنا بيحصل الكومبريشن اللي هي بيتم فيها ضغط البروبين، اللي بيتم فيها ضغط البروبين عند الـ عند الـ عند الامبيانت بيتم في سوري بيتم فيها ضغط البروبين عشان اقدر اكثفه بعد كده عند درجه حراره الامبيانت كونديشن او درجه حراره الجو العاديه، او باستخدام الهواء الجوي اللي هو الاير كولر. انا بضطر اضغط البروبين، احنا عندنا ايفابوريشن compression in a storage، عندنا expansion عشان زي ما قلت البريشر والتمبريتشر ريدكشن. دي العمليات اللي بتتم في وحده البروبين. نيجي بقى للجزء المهم جدا من
الجزء المهم جدا من المحاضرة بتاعتنا، عشان كده انا قلت لازم نشوف الفيديو للآخر، الا وهو ايه بقى السيفنج او الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز اللي انا ممكن اعملها في البروبان ريفريجريشن. يعني اول واحده من السيفنج اوبورتيونيتيز اللي انا لو انا بشترك في مرحله الديزاين، احنا دايما بنقول ان الانرجي افشنسي تيم لازم يبقى له انبوت او يعني تدخل في عمليات او في اثناء الديزاين. اول واحده ان انا يبقى عندي اصلا ايكونومايزر وعندي مرحلتين اتنين من الاكسبانشن، ان انا ما اخدش السمبل كونفيجريشن ويبقى عندي مرحله واحده من الاكسبانشن. فيبقى دي واحده من الحاجات اللي تبقى مهمه جدا في مرحله الديزاين، ان انا يبقى عندي ايكونومايزر واخد الفيبرز بتاعته واشغلها على السكند ستيج في الجاز او في البروبين جاز كومبريسور. النقطه الثانيه برضو في مرحله الديزاين ان انا اعمل زي ما قلنا اللي هو الجاز هيت اكسشينجر، وفي بعض المحطات بيعملوا جاز ليكويد هيت اكسشينجر، يعني كمان الليكويدز اللي خارجه مننا بيبرد بيها الريتش جاز اللي موجود ده. فدي واحده من الحاجات اللي برضو موضوع استغلال حته الهيت انتجريشن، ان انا اعمل الجاز هيت اكسشينجر والجاز ليكويد هيت اكسشينجر، بحيث ان انا يبقى عندي هيت انتجريشن اقدر ابرد دي. طبعا كل ما الغاز يخش لي بارد بالشيلر، كل ما الفلويد او البروسيس فلويد ده يبقى بارد لي داخل الشيلر بارد، ده طبعا بيقلل لي الديوتي بتاعه الشيلر ده وبيحسن عمليات التبريد باستخدام البروبين، وبيقلل كمان اللود على الكمبريسور. فدي واحده من الحاجات المهمه جدا انك تعمل هيت انتجريشن، تقلل درجه الحراره بتاعت البروسيس فلويد، ده بيقلل لك الشيلر ديوتي يعني بحوالي يعني لو انت قللت تقريبا درجه واحده ممكن يوصل ل 10% من الشيلر ديوتي بتقل. فطبعا تقليل درجه الحراره بتاعت الغاز، كمان درجه الحراره اللي هتقل هنا دي هتساعدك ان درجه الحراره هنا في البروبين اللي راح للكمبريسور ممكن تبقى اقل، وبالتالي ده برضو يقلل لك الكمبريسور باور كونسامشن. فدي واحده برضو من السيفنج اوبورتيونيتي المهمه، ان انا اعمل اللي هو بالهيت انتجريشن واقلل درجه حراره الغاز اللي داخل. واحده من الحاجات المهمه جدا 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 في السيفنج اوبورتيونيتي في دائره البروبين ريفريجريشن اللي هو البروبين سبيسيفيكيشن، لازم اتاكد من البروبين. طبعا كل لما استخدم بيور بروبين ده افضل حاجه، لان البويلنج بوينت بتاعت البروبين تقريبا ماينس 40 او ماينس 42 ديجري سيلي عند الامبيانت، فانا لو اشتغلت هنا عند الامبيانت وده صعب شويه، بس لو اشتغلت هنا عند الامبيانت واشتغلت كمان عند الاولموست او قريب من الاتموسفيريك بريشر اقدر ابرد لحد ماينس 40 ديجري سي، وده طبعا مش موجود في الطبيعه، مش ما تقدرش تحققه بسهوله يعني، او ما يعني صعب جدا يتحقق في ظروف التشغيل العاديه. فانا طبعا نسبه لو زادت نسبه الايثان او الايثين اللي هو السي 2 في البروبين ده طبعا هيزود لي الفيبر بريشر بتاع البروبين، وبالتالي هيزود الكمبريسور باور كونسومشن. فطبعا انا بيهمني ان انا نسبه الايثين ده هيقلل لي او عفوا هيزود لي الكونسومشن بتاع الباور بتاع الكمبريسور بنسبه ممكن توصل ل 30% كونسومشن زياده للباور بتاع الكمبريسور. فده هيبقى صعب جدا في لو احنا بنعمل اوبتمايزيشن، يبقى نسبه الايثان او السي 2 في البروبين دي لازم الاحظها. طب لو حد قال لي لو انا نسبه الايثان انا جاي لي من المانيفاكتشر، طبعا مضطر تعمل له فينتنج، طبعا اكتر حاجه ممكن يظهر فيها البروبين هنا بعد اول اكسبانشن فالف ممكن هنا تعمل فينتنج شويه لنسبه الايثان. طيب يبقى دي تاني واحده، يبقى اتكلمنا على هيت انتجريشن، اتكلمنا على نسبه البروبين. واحده بقى من اهم السيفنج اوبورتيونيتيز
لان احنا قلنا في اتنين فاريبلز، في اتنين فاريبلز بيلعبوا دور مهم جدا في وحده البروبين، اللي هي درجه حراره البروبين وهو خارج من الكوندنسر. دي ده حاجه مهمه جدا، يعني الكوندنسر ده لو هو شغال مثلا هواء، لو هو اير كولر، طبعا طبعا الهواء ممكن يبقى يوصل ل 40 و 45 ديجري سيلسيوس، ده طبعا ضد، طبعا هيزود لي جامد قوي الديوتي بتاعت الكمبريسور هنا، لان انا عشان اكثف البروبين عن درجات حراره عاليه بضطر اضغطه لدرجه حراره. طبعا لو انتوا رجعتوا تضغطوا طبعا ضغط اعلى، لو انتوا رجعتوا الفيبر بريشر كيرف بتاع الفيبر بريشر كيرف بتاع البروبين، انا احاول ارسمه رسمه سريعه يعني اهو، بيبقى كده تقريبا كده. طبعا كل ما تعلي الضغط بيبقى محتاج، او كل ما درجه حراره اعلى بتبقى محتاج ضغط اعلى من الكمبريسور، فهتستهلك طبعا باور اكتر. فانت طبعا عمليات المينتنس والكليننج طبعا بتاعت الكوندنسر ده حاجه مهمه جدا، او الاير كولر هنا حاجه مهمه جدا انك تعمل له مينتنس باستمرار، تاكد ان كل تيوبس مش عليها اي دست او عليها اي حاجه، بالاضافه كمان طبعا اللي هو اللوفر انجل، انك تبقى عامل كنترول لوب او مينتين كنترول لوب شغاله كويس جدا للانجلز بتاعت اللوفر بتاعت الاير كومبريسور اللي هو اير كولر، بحيث انك تضمن ان درجه الحراره هنا تكون فعلا هي اقل حاجه تقدر تحققها يعني. بالاضافه طبعا لو انت طبعا الكوندنسر دوت يعني عليه فاريبل سبيد درايف او في اس دي طبعا، عشان على حسب اللود اللي عندك، ده هيبقى واحده برضو من السيفنج اوبورتيونيتيز الكبيره اللي تقدر تعمل بيها ريديوس، لان هم دول اكتر حاجتين او اكتر اتنين انرجي يوزرز في وحده البروبين، في وحده البروبين ريفريجريشن يونت. كمان واحدة من الحاجات المهمة جدا برضو في السيفنج اوبورتيونيتيز او الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز في وحدة البروبين، ان لو انا كون لي هنا لوب اويل او جه اويل من الكمبريسور، اتكون لي هنا على التيوبس بتاعت الشيلر، ده طبعا هيقلل طبعا جدا الشيلر ديوتي، فانك يبقى عندك لوب اويل ريكليمر هنا راكب على الشيلر عشان تخلص من كل اللوب اويل الاكيوميتد، لان طبعا اللوب اويل طول ما هي انت عندك درجات حراره عاليه اللوب اويل هتبقى ديزولفد او دايبه في البروبين، اما لو اول ما تبدا يحصل التبريد بعد الاكسبانشن فولفز هيبدا اللوب اويل يترسب هنا او ينفصل عن البروبين يعني. فدي طبعا اهم السيفنج اوبورتيونيتيز اللي موجوده. طبعا زي ما قلت انا بحاول امنتين درجه امنتين البريشر بتاع الشيلر طبعا قريب للاتموسفيرك عشان اقدر احقق اعلى تبريد، بالاضافه طبعا ان زي ما قلت لكم ان انا امنتين واعمل الاكسبانشن على اكثر من مرحله عشان اقلل درجه حراره البروبين اللي داخل الشيلر هنا. دي كانت اهم الانرجي سيفنج اوبورتيونيتيز اللي موجوده في وحده البروبين يونت، بالاضافه لشرح البروسيس ديسكريبشن. اتمنى يكون الفيديو اتمنى يكون الفيديو ده يفيدكم، ونشوفكم في فيديوهات تانية. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لانرجي اويل اند جاز محمد جميل، وشكرا ليكم والسلام عليكم.